نعم تفضلي. دكتور، كنت بدي أسألك شغلة على الرباعيات بالحالات المبوبة. إذا نعم. طلع عندي مثلاً بآخر قاعدة، بآخر شيء يعني، آخر مرة بعمل 1.4 بعملها للقاعدة، إذا طلع الجواب هو موجود أصلاً بالتكرارات عندي بالإنكريزنج، شو بعمل بهالحالة؟ ولا شيء، لا اي تي باخده خلصت. بدون ما أعمل القاعدة؟ لا اي تي خلص، مش انت الاي تي، مش انت المشكله، انه مش انت الهدف تبعك. وين هو البايندر؟ هيدا سنترال تندنسي. مش انت الهدف تبعك انك تلاقي قيمه الرباعيات؟ بلى. لما الاي تي هدغري، لا انت بتطبقي القاعده امتين؟ لما بتطلع بين اثنين. صح. اعطيكي دغري المثل اللي دجا عنا اياه من هون. اذا انت يحو هيدا مثلا، انت اللي عم بتقولي لي اياه مثلا هون ار واحد طلعت بين الخمسه والتسعه، يعني القيمه بين الواحد والاثنين، مزبوط؟ صح. انا طبقت القاعده لاني ما بعرف هو واحد، 1.1، 1.2، 1.3، ما بعرف. طبقت القاعده لاعرف القيمه. اذا طلعت الار واحد مثلا بتساوي 9، انا القيمه عندي اياها مباشر، فاذا قيمتها قديش؟ 2. خلصت. اوكي، هلا فاذا انا بعرف هيدا الشيء بالغير مبوبه، انه اذا ما جديت ما بطبق القاعده، بس ضعت شوي بالمبوبه لانه في فئات. سمعتيني دكتور؟ راح الصوت. صوتي انا طالع ولا لا؟ بلا معك يا زين. بلا طالع صوتي. اوكي. بعد في شيء ثاني؟ دكتور، انا سالتي قلت لك شغله، انه انا بعرف هيدا الشيء بالغير مبوبه، بس بالمبوبه بس ضغط لانه في فئات. لحظه مسيده الخط. رجع عيدي سؤالك زينه. ايه دكتورة، كنت عم اقول لك انه انا بعرف هيدا الشيء بالغير مبوبة، انه اذا وجدت خلص ما انا عم فتش عليه، بس بالمبوبة لان في فئات بس ضغط. نفس الشيء، مجرد انا لقيت القيمة خلص، انا دائما عم طبق القاعدة لما بتطلع بفئة من الى، حتى المنوال اللي هو المود. المنوال انا لم طب، اذا مثلا عندي هون الاعلى تكرار هو 8 مثلا، فاذا قيمته هي 5، صح؟ قيمه المنوال هي 5 بهيدا المثل اللي قدامنا، صح؟ اعلى تكرار 8، وكمان في عندي واحد 8 ثاني 8، هودي الاعلى تكرار. فاذا قيمه المنوال هي 5 وثاني منوال هو 10، هون ما في داعي طب القاعده مع انها بيانات مبوبه، لانه قيمه المنوال لقيتها مباشره 5. طب القاعدة امتين؟ لما بيكون في عندي فئة، عندي فئة ولا المنوال من 20 ل 25، هون انا ما بعرف شو بدي احط. عرفتي كيف؟ طب القاعدة نفس المبدأ، المنوال كرمال ايه، اذا طلعت بقلب فئة وما عارف القيمة، انا بدي القيمة، فاذا بطبق القاعدة للاقي القيمة. ما عدتش عم لاقيها ولا ما صبايا الصوت رايح عندكم ولا بس عندي؟ ايه رايح عندنا. ايه راح. أوكي. يمكن من عندها للدكتور. هلا بيجي. الو. ايه دكتورة، اسمعك. اوكي، فكنت عم اقول انا حتى بالمنوال اذا انا عندي،
شو بدي أعمل بهالنت؟ هلا هو دايماً كل مرة عم يكون بهيدا الوقت الصبح ما عم عاني من مشكل، بس بالليل عمال يصير هيك. هلا سامعيني؟ تفضلي دكتور. فاللي كنت عم قوله إنه مجرد أنا ما لاقي القيمة مباشر أنا بكون لقيت قيمة إن كان منوال إن كان رباعيات إن كان وسيط أي شيء، أنا بس لقيها تكون كل قيمة على حدا خلص لقيتها. عم طبق القاعدة لما تكون بقلب فئة وما عم بعرف قد إيه هي القيمة، فبطبق ساعة القاعدة. أوكي؟ أوكي ميرسي دكتور. ضحى، هلا ضحى. يعطيك العافية دكتورة. دكتورة بدي عزبك بالصفحة 69 من الكتاب. لما بتطلبي مننا مثل عام رقم واحد بارتي خمسة، لما بتطلبي مننا قيمة العشر الخامس فينا دغري نحدد لنا لك العشر الخامس. لا دقيقة تفضل دقيقة يا ضحى بس لحتى نقول، لأنه مش الكل مش كل رفقاتك معهم الكتاب، فلحتى أقول عن شو بيحكي لحتى ما نكون عم نحكي كرشوني قدامه. أي رقم؟ صفحة 69. أي رقم يا ضحى؟ مثل عام رقم واحد البارتي خمسة. لما تطلبي مننا العشر الخامس بيكفي نكون عم نقلك انه العشر بيكفي نكون عم نقلك انه العشر الخامس يساوي الوسيط والجواب هو بنحطه دغري لانه نحن بنكون دجام طالعين الوسيط، ولا لازم نرجع نحسب لك العشر الخامس دي ساين؟ اكيد لا 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 بيكفي دغري تقول العشر الخامس هو ذاته الوسيط، هو ذاته اذا جبت الرباعيات كمان هو ذاته الربيع الثاني. اوكي اوكي بالمثل عام رقم 2 ما في داعي نرجع نكتبها مره ثانيه. البارتي واحد المسافه الوسطيه هي نفس الوسط الحسابي صحيح؟ مظبوط. الوسطية هي هون انتبهوا، وسطية والأوسطية، الأوسطية بنصير عم نحكي عن الوسيط. هودي هيدي الأمور بالعربي التعبير كأدائية بس ثقيلة شوي. أوكي بس عادة ما يعني بالمسابقة بكون أوضح من هيك، يعني أو بقلكم وسط حسابي أو بقلكم معدل أو بقلكم وسيط، بس في أنه الأوسط والأوسطية يعني كتير قراب من بعضهم كتعابير أدبية بس لا أكثر ولا أقل. أوكي بس هون عمالي نحكي عن الوسط الحسابي. دكتورة بعد في شغلتين، حضرتك أعطيتينا مهلة ل 15 شهر لحتى نكون عم نعطيك الفرض، أنا كان عندي صراحة هالكم سؤال لحتى أبعته، بتقدري تعطيني عملي معروف ما بيأثر اليوم في إني عندي مهلة كل عم بكفي لك إياه؟ أوكي. آخر سؤال. في عندك مهلة؟ ما مددوهم لأنه أضرب البنزين فرجعوا عطيوا مهل. دكتورة آخر سؤال من بعد إذنك. بالنسبة أوكي بس من بعد إذنك بعد شغلة بالنسبة للرباعيات البارتي رقم 4 بالمثل العام رقم 2 قيمة الرباعيات بيانيا أنا جربت أعملها وما عرفت، فينا نكون عم نحكي عنها شوي؟ ما عملناها ولا ما بيانيا؟ هي هي حتى قدام لا انا هون ما حط طلعنا الرباعيات بيانيا كيف بدي ارسم، بدي احط الاكس وبدي ارسم الاس. انا رسمت الرباعيات من طريق هود الاثنين. لحظه دكتوره بس لحتى نكون متابعين الاقل من الكيلو ساندر ما مبينه عندنا مش مبين الصفحه يلا هلا بيان بس اسمع كنا فوت تاخذ هي شوية وقت ما بعد لي عمل هيك
طيب من بعد إذنك، حتى لو نحن عاملينها بيانياً قبل بهيدا السؤال تحديداً، حتى الأشياء اللي أنا حسيتها كتير صعبة، يعني فينا نكون عم نعمل بس هيدي البارتي من هيدا السؤال؟ أعتقد الإنترنت عم ضرر. ظاهر في عندنا مشكلة بالإنترنت، لأنه أول ما بلشت المحاضرة عم بروح الصوت ويجي. سؤالك عشان هومورك بعد معنا وقت؟ قالت إيه بعد معنا وقت المددوها؟ آه ماشي شكرا. أنا ما كنت عارفة إنه في نقبات للرباعيات. إيه حبيبتي؟ ليك إذا كانوا مطلوبين منا العشريات بقالوا بس الفاتحة حد لا ده حسألت عنه بس هني مش مطلوب. هي قالت آخر مرة بس لحد الرباعيات صح؟ هلا رح أسألها لأتأكد. العشريات والمحوريات مش مطلوبين. بس أصلا هي قالت العشريات مش مطلوبين بالامتحان فينال. صح أنا رح أسألها لأتأكد كل من هيك رفعت إيدي. هلا ده حسألتها عنه. مش مطلوب. يعني سامعيني هلا؟ تفضلي دكتور. إيه دكتورة. إيه دكتورة. كنا عم نحكي عن التمثيل البياني للرباعيات ببيانات مبوبة. أوكي؟ أنا ببيانات مبوبة رسمته من خلال الأقل منه cumulative frequency ascendant. أنا برسم بعمل البوليجون. هيدا البوليجون ascendant. FC ascendant. هيدا اللي من خلال هيدا الرسم البياني. أوكي؟ الرباعيات أنا طلعتهم من خلاله. من بينا أنا. يا بعده. ما مبينه راحت السكرين راحت. هلا مبينه انتبهوا التسجيل راح التسجيل بيكون ايه هلا باين الدكتور لا بعده التسجيل بعده التسجيل اوكي فاذا هيدي التمثيل البياني انا هيدا البايندر بعثت لكم اياه هيدا موجود معكم صار على شكل بي دي اف هيدا على سلايد 40 من البايندر فاذا انا من خلال طلعت الرباعيات من خلال الكيوميلاتيف فريكوانسي اسندنت وانا برسم الكيوميلاتيف فريكوانسي اسندنت على شكل بوليجون على الاف سي على الكيوميلاتيف اسندنت انا من هون طلع لقيت رتبه الربيع هيها رتبه الربيع عندي 10 9 8 المهم اللي هن هول أنا على هيدا الخط بلاقي رتبة الربيع هون أوكي هون بلاقي الـ RI بروح أوريزونتال وبرجع بنزل مطرح ما بتلتقى مع الخط هون بتكون الرباعيات هيدا تمثيل بياني بقول تمثيل بياني للرباعيات هون أنا حدد قيمة الرباعيات حسابيا وبيانيا حسابيا أنا طلعتهم بهيدا الطريقة بطلع الـ RI Q1 Q2 Q3 بطلع القيمة تبعيتهم اوكي بيانيا بدي ارسم الكيوميلاتيف فريكوانسي اسندنت اوكي وطلعهم على هيدا الاساس طيب دكتوره معلش عم عذبك معي بس هلا بهيدا السؤال بالمثل الرقم 2 الارقام كتير غريبين يعني ما زبطوا ابدا الاشكال وحضرتك هلا وقت اللي حاطه بين الرتبه والربيع قيمة بين رتبة الربيع وقيمة الربيع طلعوا معك الالتقاء تعولهم على البوليجون أنا طلعوا معي الالتقاء تعولهم بعيد كليا فإذا أكيد في شيء غلط جربت عدة أكثر من مرة طبعا بليز خليني أعطيك طب لك اعملي بعمل لك بريزنتر حطيهم قدامك يلا بعمل لك بريزنتر مين اللي عم يحكي ضحى؟ إيه أنا عم بحكي. يلا. رح أعطيك الأقل من قديش هن. طيب يلا بدك نرسمهم؟ ليز لو عذبتك. أقل من. أوكي الأقل من هن 2 دو. كفن سيس ديس. ديس
16 20 24. اوكي وكيمولاتيف اسندنت هن 80 194 190 94 294 294 399 399 476 476 586 586 هيك أشال مثلا عرفتي كيف أنا غلطت بس أنه هالأرقام يعني كيف بدها تكون الأشال كتير دقيقين هيدا هون السؤال بس للكل يعرفه هون سئل عدد من الأشخاص عن المسافة التي تفصل مكان سكنهم عن مكان العمل يعني في عندي شخصين بعاد عن مكان عملهم 80 كيلومتر عندي لا عفوا 80 شخص بعاد عن مكان عملهم 2 كيلومتر بين 0 و 2 هيدي أقل من هي كانت 0 ل 2 يعني أنا في عندي أقل من 0 هني 0 أوكي عندي 114 شخص بيفصل مكان عملهم عن بيتهم عن مكان السكن من 2 ل 6 كيلومتر هيدا هو الموضوع نحن بدنا نعمل تمثيل شو اسمه احسب الرباعيات بيانيا وحسابيا اوكي خلينا نبلش حسابيا اول شيء حسابيا انا هيدي بيانات تراتبيه مقاييس تراتبيه فاذا انا بدي رتبهم من الصغير للكبير من خلال كيومولاتيف فريكوانسي اسندنت هيدي اول مرحله عملناها المرحله الثانيه بدي طلع رتبه الربيع رتبه الربيع من خلال شو RI RI شو بتساوي؟ سم للاف على ضرب اي على ضرب اي على 4 اذا انا عم بحكي عن الربيع الاول سم للاف عندي 586 شخص انا سالت 586 شخص 580 86 شخص ضرب 1 على 4 قد ايه بيطلع بيطلع 146.5 146.5 شو يعني 146.5 يعني لحد ال 146 شخص انا بدي يكون عند الربيع الاول لحد هون ما عندي ولا شخص لحد هون عندي 80 شخص لحد هون 100 عندي 194 شخص فاذا الربيع الاول صار بين 80 و 149 194 عفوا هون رتبه الربيع الاول فإذا قيمة الربيع الأول وين صارت؟ بين 2 و6 هون قيمة الربيع الأول طلعت على شكل فئة من 2 لل6 فإذا يمكن 2 يمكن 3 يمكن 3.4.5.6 عندي مئات الأرقام هون لحتى أعرف بدي طبق القاعدة شو بتقول القاعدة؟ QI بتساوي A زائد RI ناقص F1 على F2 ناقص F1 ضرب ال اوكي ال Q1 ال A الحد الأدنى للفئة 2 زائد RI عم بحكي عن الربيع الأول 146.5 ناقص 80 اسمي 194 ناقص 80 ضرب ال L ال شو هي؟ 4 6 ناقص 2 4 4 قد ايه بيطلع الجواب؟ انا طلع الجواب معي 4.33 4.33 اوكي هيدا الربيع الاول الربيع الثاني R2 بيساوي 586 ضرب 2 اسمي 4 يعني 586 اسمي 2 293 يعني لحد التكرار 293 انا لحد هون عندي 194 لحد هون عندي 294 فاذا 293 وين صار بين هون وهون ليكوا شو قريب لهون بس منه هون الربيع الثاني قيمه الربيع الثاني فاذا وين صارت
بين الستة والعشرة كتير حتطلع. المبدأ بده يطلع كتير قريبة من العشرة، يعني بتوقعوا شي 9 فاصلة أنا أكيد 100%. الكيو 2 6 الحد الأدنى زائد 290 93 ناقص 194 اسمي 290 94 ناقص 190 94 درب ال ال اللي هي عرض الصف اللي هو 4 قد ايه طلع 9.96 قلت لكم بده يطلع 9 يعني فوق 9 ليه؟ لانه ناقص ليكو يعني انا عندي 100 نقطه هون هو اقل نقطه من هاي يعني حكما بده يكون كتير قريب لل 10. هيدا الربيع الثاني، بعد عند الربيع الثالث 580 86 ضرب 3 اسمي 4 4 3 9.5 قد ايه 439.5 439.5 شو يعني 439.5 يعني لحد الرتبة 439 لهون 300 لهون 476 يعني بين هون وهون أنا عند الربيع الثالث. قيمة الربيع الثالث صار من هون لهون، هون قيمة الربيع الثالث أيضا من 16 ل20 لأعرف القيمة بدي طبق القاعدة Q3 بيساوي الحد الأدنى 16 زائد 439.5 ناقص 399 اسمي 476 ناقص 399 درب ال اللي هي عرض الصف قد ايه طلع؟ هون مغلطة عرفت عرفت وين عندي غلطة 439. خلونا نكفل نعمل رسم بياني، خلينا نرسمه بيانيا لأنه يمكن مش محلين غير رقم واحد. يلا بس ثواني. 439.5 ناقص 399 اوكي اسمي 110 110 لا اسمي قد ايه 406 يطلع 20.9 20.9 مش معقول طلع معي اكيد غلط طلع معي انا اكيد غلط ليش اكيد غلط لحظه ليش اكيد غلط ليش اكيد غلط هي قديش قالت لانه برات ال 20 لانه اذا طلع 20 هو من 16 صح هو من 16 لل 20 انا طلع معي الجواب 18 طلع معي 18 40.5 اسمي 77 ضرب 4 زائد 16 بيطلع 18.1 هيدا هو الجواب. هيدي الرباعيات. فاذا انا عندي بيانات هيدي بيانات مبوبة عملت لها cumulative frequency ascendant بلشنا من عند الرباعيات من بعد ما عملنا لهم cumulative frequency ascendant. ارسم بيانيا مثل بيانيا الرباعيات. كيف بمثلهم بيانيا؟ اول شيء تمثيل البيانات انا لحتى عملت لحتى طلعت الرباعيات طلعته من خلال هود اثنين، من خلال الاقل من القيم يعني ومن خلال الكيوميلاتيف فريكوانسي اسندنت. فاذا انا بدهم يتمثلوا بيانيا ايضا من خلال هود اثنين. اوكي هيدي القيم اللي هي الاكس فيني ارجع للقيم الاصليه 0 2 2 6 6 4 6 10 اللي ما الى ما هنالك هودي فيني ارجع لهم. اوكي اللي هن عند الصفر فيني بلش من هون من الصفر وفيني ما بلش من هون عند الخيار. اوكي هيدي الصفر هيدي 2 0 1 2 3 4 5 هيدي 6. اوكي ننتبه للسكيل 6 عندي 7 8 9 10 11 12 13 14 15 و 16 هون 17 18 19 20. انتبهوا في مطارح عندي عرض الصف ستات في مطارح اربعات
20 21 22 23 24 انا ما بيهمني، انا هوني مثل كانه مسطره وعم بمشي فيها. اوكي تلقائيا حما حتبين عندي هيدي فئه وهيدي فئه، واضح انه هيدي الفئه اصغر من هيدي الفئه. طول الفئه تبعيت هون، هوني عندي طول الفئه 2، هوني طول الفئه 4، هوني 4، هوني 6. اوكي فاذا انا ما مش غلط، انا بس المهم انه انتبه لهيدي الشغله ومش حطهم نفس الصف. فاذا يعني انا هوني الصفر سكيل، مهم اني احترم سكيل بالتنظيم البياني لو انه في طرقات صح. هلا هون هيدي الصفر، انا هون بدي اقسم مش واحد واحد، اكيد بدي نط 50 50 اذا مش اكثر. اوكي هيدي 50، هاي 100، 150 200، 250 300، 350 400، 450 500، 550 600. اوكي وبكفي. فينا نعملهم فئات الاكس؟ نعم فينا نعملهم فئات الاكس. ما هن فئات، هيدي هي الفئه 0 2 2 6 6 10. بس انا مش فئات، مش راح اقعد احطهم هيك هون، انا هودي ارقام، فاذا لازم ارسمهم على شكل ارقام، والا بكون وكاني حطيتهم بيانات نوعيه. اوكي فاذا انا البيانات الكميه لازم احترم السكيل تبعها. ببلش الصفر صفر، هيها 2 80، هيدا 80 هون، تكراره 80، هيدا 80 وهيدا 2، 6 194. نعم تحت بالاكس ما فينا ناخده 2 2 ولا اجباري 1 1 1؟ بلا فينا ناخده 2 2 ما حسب ما انا بدي. فيكي انت تقولي مثلا هيدا 2 4 6، يعني فيكي تاخدي انت هول 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20، فيكي انت تاخدي بس اللي بالازرق ما تاخدي اللي بالاحمر. اهم شيء نحترم السكيل بس. بس ما ضبطنا اوكي 0 0 6 2 6 10 0 0 هيدا، لانه انا الحد الادنى هو اقل منه صفر، يعني هي حتبدا من هون، فاذا بلشت من هون مش غلط. ايه بس هو شو اذا بلشت من هاي اقل لي ما انا عندي هاي الحد الادنى اقل من الحد الادنى تبع اول فئه قد ايه في 2 اقل من اتنين. كيف 2 انا من الصفر لاثنين لحظه انا من الصفر لاثنين عندي 80 شخص صحيح، هودي 80 هني اقل من 2 بس أوكي. اللي اقل من صفر لاقل من الحد الادنى تبعيت اول حصه مين هني؟ صفر صفر. عشان هيك الصفر صفر. اوكي 10 294، 294 يعني هون 16 399، 20 476، هيدا اي صفحه الاكزرسيس على الكتاب؟ 586، هيدي هي السكيل طبعا، هيدا هو الكوميلاتيف فريكوانسي اسندنت، هو بصفحه 69 بس انا اعطيكم اياه، يعني كلهم صاروا موجودين معكم، يعني حتى اللي معه الكتاب مش معه الداتا. يعني نحن عم نرسم، طلعنا الرباعيات لهيدي الداتا وعملنا نعمل رسم، بدنا نمثل الرباعيات بيانيا. كيف هلا بمثل الرباعيات؟ انا الرباعيات هي بتقسم البيانات لاربعة. ضروري نبلشها من الزيرو زيرو لل لا مش ضروري، إذا أنا ما حطيت الحد الأدنى بلشت من 2 مش غلط، بس هي بيناتنا أحيانا بيكون الربيع الأول أقل من هون، يعني أمرار بيطلع عندي الربيع الأول بين الصفر والثمانين. أوكي أوكي أنا استفدت دايما تضلكم عارفين شو هي. أوكي طيب دكتورة نحن هلا مش اخذين الاشياء بالضبط، يعني مثلا بالاكزام اذا اجينا هيك شيء مثلا عندي انا هون 294، يعني مش بالميل كان بدي اقول عرفتي كيف؟ اكيد مش هيك بالمليمتر بس انه قريبه
اوكي بس يعني هلا مش يعني حتى هون حتطلع يعني الار واحد 146.5 الار واحد 146.5 140 هيدي 150 146 هون هيدي هي تقريبا الارواح بمشي فيها هيك يعني التقريب بمشي فيها هيك الربيع الثاني هو قد ايه 4.33 4 يعني انا هون عندي 4 ها هيها اذا نزلت هون هيها بعرف انا حيبين تقريبا انه بين الاربعه والخمسه بس قد ايه قيمته بالضبط انا عشان هيك بطلع المقاييس نحن بنعرف انه الرسومات البيانيه بتعطيني قيم تقريبيه هيدا الربيع الاول قبل الربيع الاول من هون لهون انا عندي ربع العينه من هون لهون عندي 25% من البيانات هيدا هو التمثيل تبعه الربيع الثاني 293 هيدي 290 93 هو هون هون الربيع الثاني كمان بمشي فيه لوين بدي التقى بالخط التقيت تقريبا هون بنزل اوريزونتال بدها تطلع هون بدها تطلع شيء كتير قريب من العشرة هون الربيع الثاني طلعت معي بعد العشرة ما هي 293 يعني قبل 300 بشوي صح 293 القيمة بين الستة والعشرة كيف بدها تطلع أكتر من عشرة أنا طلعت أنا قيمة الربيع الثاني بين الستة والعشرة طلع عندي 9.96 يا حو 9.96 من هون لهون أنا عندي ربع القيام أوكي بس سؤال هذا دكتورة مصبت معنا مصبت معنا البيانات مثل ما طلعت هون ما سمعت دكتورة نحن بحال ما زبط معنا على الرسم البياني مثل ما طلعناهم بالضبط فينا نحن نظبطهم يعني كرسمة يعني مش ضروري يكون هو مش حيطلع يعني أنا مثلا حتى إذا طلعت إنه مش يمكن ما عرفت إنه بالضبط والله مثلا هون أنا بعرفت إنه تقريبا بين الثمانية والعشرة يعني خلص يعني أنا مش بالضبط حلقة 9.9 إيه بس إنه بدها تبين مش معقول يطلع عند الربيع الثالث مثلا هون أو برية الخط خلاص ساعتها بزبطه مثل الايميل اللي طلعتها كحل ككالكوليشن مثلا هلا هي بس انا بهمني تعرفوا انه الرباعيات اللي قسمتهم وين اني انا ما بقدر شوفهم بيانيا الربيع الثالث هو 439 430 39 هاي 450 هون تقريبا الربيع الثالث هون الربيع الثالث انا كمان بنفس المبدا بنروح التقينا هون بنزل تقريبا ما بعرف كأنه شيء وصل شيء على 18 قديه طلع الربيع الثالث 18.1 18.1 ايه كمان هيدا بين الربيع الثاني والربيع الثالث هون عندي 25% من القيم هيهن ليك وينن انا عندي ييهن كوميلاتيف عندي من هون لهون هيدا الربع من هون لهون الربع من هون لهون الربع ومن هون لهون الربع شايفين كيف مقسمين هو هن القيم ومن هون لهون عندي 25% من القيم هو هن القيم اللي عندي هيدي هي عملية تقسيم البيانات إلى أربعة أجزاء متجانسة يعني هول متجانسين مع بعض هول متجانسين مع بعض هول متجانسين هول متجانسين أوكي يعني أنا بهيدي الطريقة الموضوع تبعي او المتغير تبعي انه قديه بيبعد الاشخاص عن بيتهم بالسياره هون ببين عندي انه والله اللي اقل من 4 كيلومتر هودي مجموعه لحاله اللي اقل من 4 يعني هودي اللي كتير قراب على مراكز شغلهم اللي عندي مجموعه لحاله اللي هني اكثر من 18 كيلومتر يعني بدهم يمشوا 18 كيلومتر يعني مثل تنقول بين صيدا والدمور اوكي هودي بدهم يمشوا لحتى يوصلوا على مراكز عملهم اللي اكثر من 18 هو صاروا متجانسين يعني عندي من الدمور لعند بيروت وابعد هودي كلهم انه بعتبرهم بعاد عن مراكز عملهم اللي بضواحي صيدا عندي بحاره صيدا بالهلاليه بهودي المناطق بمغدوشه هودي مثلا بعتبرهم قراب على مركز العمل في حال كان مركز العمل نحن عندنا بالجامعه
أوكي؟ فأنا جمعتهم إلى أربع أجزاء متجانسة، اللي كتير قراب، اللي شوي قراب، اللي شوي بعاد، واللي كتير بعاد. هيدا هو المبدأ تبع الرباعيات. مش الحال؟ مش الحال دكتورة. هلأ على عكس فيرتيكال، أنت أخذت الأشل تعيتك 50-50، أوكي؟ سميتيهن 100-200-300-400. أنا بسميهن هيك حسب الأشل ولا بدي سمي؟ لا، سمي 50-100-150-200-250-300 مثل ما بدك. بس هي عادة كيف إذا كانوا الشحطات قراب على بعض، يعني أنا إذا بدي سمي 150-200-200 لا، هوني 50، هوني 150، هوني 200-250، انه بتتعجل الرسمه. هي بس عمليه ترتيب لاكثر ولا اقل. انه هيدي شو بدي فيها ال 50 وال 150؟ انا قصدي انه المحطه 100 و200. انا مش هيك قصدي، انا قصدي انه تنعتبر انا اخذت 50-50، اوكي. بخلي هيدا التقسيم ضمنيا عندي انه انا اخذيته 50-50، وبمثل لك على الاكس الارقام اللي معي اياها بالفريكونس كومولاتيف. عرفت شو قصدي دكتوره؟ ايه عرفت شو قصدي. هذا الشيء مش غلط ابدا. مثل ما عملنا هون، مثل ما عملنا بالاكس اكس، انا مقسميتهم واحد واحد، بس ضويت بس على اللي عندي اياهم بالفئات 2-6-10-16. اوكي، يعطيك العافيه. نفس الشيء. مين بعد في عنا؟ بعد في عنا آيات. ضحى مش الحال يا ضحى، حليناه كله تقريبا، وبعتقد كلكم شفتوا كيف بنعمل تمثيل بياني للرباعيات. أوكي، في حال كنا قطعنا عليه مثل الماضي بشكل سريع بتوقع يكون وضح. هلا آيات عبود دكتورة، بس هذا الإكزرسيس اللي حليناه أي صفحة على الكتاب؟ 69. دكتور أنا رجعت رفعت إيدي لأنه عندي استفسار بس. يلا أقول. حضرتك قلتي العشرانيات مش مطلوبين بالامتحان صح؟ عشيرات. أوكي. ومئيات. مش مطلوبين لأنه إنه مش رح أعطيكم أنا عينة مثلا من 10 أشخاص وإلكم أسموا لي إياها على 100 شقفة. مزبوط، قلتي باختصاصكم ما بتعوزوا على قد التقسيم. 100%، 100%، بس انه حلو ناخذ فكره عنهم بس لا اكثر ولا اقل. انه انا نفس المبدا مثل ما قسمت الرباعيات بقدر اقسم لاكثر من جزء. اوكي، يعطيك العافيه. دكتوره يعني هون نحن بالمثل العام رقم واحد رقم ستة ما بنحله، انه احسب المئة العشرون والمئتين الخامس والسبعون. تعالوا نحسبهم. ما تعقدوش حالكم انه اف وكانهم شيء شغله اكسترا اوردينير، يعني لا، منا شيء اكسترا اوردينير، وشغله جدا سهله وبتعرفوها. انا بدي المقي، اذا قلت لكم مثلا طلعوا لي المقي شو، اعطوني واحد ما انه ما يكون لا من الرباعيات ولا ما بدي المقي ال 50 ولا بدي المقي ال 75. المقي ال 75 كمان هو الربيع الثالث. خلينا نبدل المقي شو؟ العشرون، مطلوب العشرون. المئة العشرون، المئة العشرون، بدل بي، بدل بي عشرين. أوكي؟ هيدا قدي. لحتى طلع مئة عشرين، أنا بدي أعمل عندي ثلاث مراحل. مرحلة أولى ترتيب تصاعدي، عرفناها، كلنا رتبناهم تصاعديا. بدي أجيب رتبته. رتبة المئة العشرين. الرتبة هي شو؟ العشرين. عندي السم للأف اللي عندي إياها 586 ضرب. أنا عم جيب الآي، الآي 20 على قدي؟ 10 على 100. أنا عم قسمهم 100 شقفة على 100. أوكي، صح؟ صحيح. هاي هي 586 ضرب 20 اسمي 100، يطلع قدي 117.2. مظبوط؟ صحيح. شو يعني 117.2؟ يعني بين عندي قبل ال 117.2 لحد ال 117.2 عندي 20% من العينة. لحد ال 117.2 لحد هون عندي 0، لحد هون عندي 80، لحد هون عندي 194. 117.2 هي بين هون وهون.
هون عند ال R 20، فإذا قيمة ال R 20 وين صارت؟ القيمة تبعية المقي صار هون ال P 20. شو بتساوي قيمة ال P 20؟ طلعت بين 2 ل 6. لحتى أعرف بدي طبق القاعدة، القاعدة هي ذاتها R I ناقص F 1 على F 2 ناقص F 1 ضرب ال R. ال A هي 2 زائد ال R I هي ال R تبعية ال 20، 117.2 ناقص 80 اسمي 194.94 ناقص 80 ضرب ال 4. فهي نفس الشيء مثل اللي حليناها للربيع الأول والربيع الثاني والربيع الثالث، هي ذاتها وطلعت بذات الفئة اللي طلع فيها الربيع الأول، بس أكيد مش رح تطلع نفس القيمة. إذا بنحسبهم لهول تطلع عندي قيمة المئة العشرين قدي بتطلع؟ 117 ناقص 80 37.2 و 190 94 ناقص 80 تطلع 3.3. شو يعني 3.3؟ يعني لحد 3.3 كيلومتر أنا في عندي 20% من الناس هودي بيوتهم قريبة على 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 المركز عمله. يعني عندي 20% من الناس بيوتهم قريبة على 3.3 كيلومتر. إذا بدي مثلها بيانيا نفس الشيء، بدي شوف ال R 20 هون قديش طلعت؟ 117، يعني تقريبا هون كمان بمشي أوريزونتال وبنزل 3.3، هون ال 120 لحد هون، هودي هني بشكله 20% من الناس. فإذا هي أكيد أقرب من ال Q2 سئبة نجمعوا مع بعض، بس هي لا، يعني أنا بين هايدي وهايدي في عندي 5%. هيدي هي عملية المئيات، نفس المبدأ نفس الطريقة، ما في شيء بيختلف عن الرباعيات، بس بتصير إنه بس عمليات حسابية كتيرة ومعقد. يعني أنا تخيلوا أنتوا بي 20 بعدها هون، يعني أنا عندي شيء 15 فئة، يعني يمكن من البي 1 أو البي 5 كلهم بضمن نفس الفئة، أكيد كل واحد بيصير يفرق عن الثاني، يعني يمكن ربع كيلومتر ربع كيلومتر. دكتورة نعم، هلا قلتي لنا ما بيجي شيء عنهم، يعني نحن هلا عم نحل نزيد معلوماتنا، بس مستحيل يجي شيء عنهم صح؟ مستحيل، ايه، لانه مش راح اجيب لكم انه شيء، بس انه يعني هي بلا ما إلها معنى، يعني هي عاده هيدا بنستخدمها بس اذا في حال عنا عينات جدا كبير. اوكي ثانك يو. صار فينا نبلش هلا نحن ديجا مبلشين، يعني هودي مش خساره، اكيد يمكن ما حلينا كفايه عشان هيك عندكم استفسارات كثيره، بس وضحوا المقاييس النزعه المركزيه. yeah. اوكي، فاذا هودي مقاييس النزعه المركزيه او بنسميهم مقاييس المتوسطات. رح سكر هيدا الباندر الوايت بورد وافتح واحد تاني جديد لمقاييس. بس شكل المنحنى ما عنا اياه كمان، شكل المنحنى حاعطيكم اياه مع الالتواءات، هي تقريبا يعني انا عاده هيدا بعطيه مع الالتواء. شكل المنحنى هو شو؟ أنا بقدر من خلال مقاييس النزعة المركزية عادة بمثل البيانات بهذا الشكل، عادة البيانات تتمثل بهذا الشكل، بشكل هيدا هو الطبيعي المتماثل. شو يعني الطبيعي؟ يعني أنا عادة إذا مثلا أخذت تنقول الأعمار، أوكي، ما أخذي مثلا أنا طلاب الجامعة، طلاب الجامعة اللبنانية مثلا أعمارهم حتتراوح ما بين 18 مثلا تنقول لعمر 40، الأغلبية حيكونوا هون، بس مش يعني ما في عندي حدا أقل من 18، ومش يعني ما في عندي حدا أكثر من 40. هيدا هو التوزيع، بسميه توزيع طبيعي. أي موضوع أخذناه كان بالعلوم الإنسانية، بالعلوم الطبيعية، بالعلوم الاجتماعية، كلها تقريبا تتبع التوزيع الطبيعي اللي هي بهذا الشكل. دائما انا عندي الاغلبيه بيكونوا بضمن المجموعه، واكيد في عندي اقليات بيكونوا من هون ومن هون.
أوكي، ولكن مش دائما بتكونوا متماثلين بهذا الشكل. يعني مثلا إذا أخذنا نتائج الطلاب، إذا أخذ علامات، أوكي، أغلبية الصف عادة كل اللي بيعلموا منكم بيعرفوا إنه أنا بيكون عندي مثلا تنقول معظم الصف إذا مش ثلاثة أرباعه مثلا بيكونوا ماخدين أربعة خمسة ستة تنقول على عشرة، أوكي، أو إذا على عشرين مثلا عشرة على عشرين خمسة اتناعش ثلاثة عشر ثمانية تسعة بهيدا الإطار بيكون عندي قليل مثلا اللي هن بيكونوا كتير شاطرين وبياخدوا عشرين، مش معقول كل الصف يكون بالعشرين، ومش معقول كل الصف يكون صفر، أوكي. فإذا أيضا بيكون بهيدا الشكل بيكون متماثل، بيكون عندي الأغلبية هون وأقلية من هون أقلية من هون. في حال كان عندي مثلا أنا إذا جبت تنقول مسابقة جدا سهلة وكل الصف حلا، هتطلع عندي الأغلبية هون، الأغلبية هون بين العشرين والستعش والسبعتعش، والأقلية بده يصير يعني اللي معدوم بالمرة هياخد لي صفر. فهون صار عندي بعده طبيعي ولكن صار فيه التواء، أوكي، هيدا بعده توزيع طبيعي ولكن التواء، بطل إنه متماثل بالنص يعني نفس الشيء من هون ومن هون، هيدا صار في عندي التواء. إذا جبت مسابقة كتير صعبة الأغلبية بدهم يسقطوا فيها، الأغلبية بدهم يكونوا هون، لا يمكن مش الكل يجيبوا صفر ولكن حيجيبوا أربعة خمسة ستة، وقلال اللي بدهم يصيروا يجيبوا علامات عالية، أيضا هيدا صار فيه التواء، أوكي. هون أنا هيدا الالتواء أحيانا بهمني أعرفه، هل المجتمع تبعي متجانس، هل العين اللي أخذته أو متماثل عفوا أو فيها التواء. هون أنا بقدر من خلال مقاييس النزعة المركزية أخذ فكرة عن هيدا الالتواء. كيف هو الفكرة؟ يعني لما بيكون عندي هوني أنا عندي هيدا المنوال، هيدا الأعلى تكرار، لما بيكون عندي متماثل بهيدا الشكل، هوني بيكون الوسط الحسابي بيساوي الوسيط بيساوي المنوال، هوني بيطلع عندي أنا المجتمع تبعي متماثل، بيكون في عندي أنا تجانس تماثل بالمجتمع تبعي. بينما لما بيكون عندي يطلع عندي بهيدا الشكل، لما يطلع عندي أنا بهيدا الشكل، هون بسميه سالب الالتواء. هون بتكون عندي الوسط الحسابي شي مطرح هون، هون بيكون عندي أنا الميو، وهون بيكون عندي الميديان، وهون بيكون عندي المود أو التكرار. هو عادة التكرار بيكون أعلى نقطة، لما بتكون الميو أصغر من الميديان هون بتطلع عندي سالب الالتواء أو ملتوي لجهة اليسار. دكتورة، إذا المود هون، نعم سوري بس قطش شوي، بس شو اللي رسمتين عم تحكي عنه؟ هيدا التماثل، إذا في عندي التواء بالعينة مثل ما قلنا بدك تسمع التسجيل. يعني هون أنا أعطيت أكثر من مثل، أحياناً معظم الدراسات اللي بتكون هي تتبع التوزيع الطبيعي، يعني أنا معظم العينة بتكون بالنص وبكون في عندي أقليات على الأطراف، أوكي. إذا أخذت مثلاً أعمار طلاب الجامعة، أوكي، الأغلبية بدهم يكونوا عندنا عمرهم مثلاً من 18 ل 40 سنة، مش يعني ما فيش عندي 50 ما فيش عندي 60، بس مش معقول الأكترية عمرهم 60، ولا معقول الأكترية مثلاً عمرهم 15 أو 16 أو 17. فإذاً أنا في عندي أغلبية بتكون في مكان ما، عادة هيدا المكان بالوسط بيكون، والأقلية بتكون على الأطراف. نفس الشيء إذا بدي أخذ مثلاً علامات، إذا بعمل مسابقة عادة بيكونوا قليل اللي بيكونوا ولا متفوقين، وقليل كمان اللي بيكونوا معدومين، بيكون الأغلبية بيكونوا ناجحين بالوسط، أوكي، ناقص على ساقط على علامة، نجح على علامة، على علامتين، على عشر علامات، ولكن بيكونوا بالوسط. هيدي هي التوزيعات، بسميها توزيع طبيعي، أوكي، عادة بيكون بهيدا الشكل متماثل. إذا كان في عندي مثلا ممكن يكون في عندي التواء، بيكون توزيع طبيعي ولكن فيه التواء. هيدا الالتواء مثلا إذا أعطيت مثل، إذا أنا عم باخد العلامات، أوكي، إذا بجيب مسابقة كتير سهلة الأغلبية حتاخد 16 17 18 و20، وحيكونوا الأقلية اللي ماخدين الصفر. فإذا أنا الأغلبية صارت هون، فإذا هون في عندي التواء لجهة اليسار، هيدا بسميه سالب الالتواء. إذا جبت مسابقة كتير صعبة حيكون الأغلبية صائد وفي شيء عمالي يشدها لميلة اليمين، هيدا بسميه موجب الالتواء، أوكي. هيدي الالتواءات هيدا كمان
هيدا توزيع طبيعي اوكي، ولكن هون الميو بتكون اكبر من الميديان، اكبر من الموت. اوكي انا من خلال مقاييس النزعة المركزية الاساسيات اللي هني وسيط ومنوال ووسط حسابي بقدر اخد فكرة هل في عندي التواء ولا ما في عندي التواء. اذا كانوا ثلاثتهم متساويين بقول ولا المجتمع او العينة متماثلة، اذا ما كانوا متساويين فاذا يا اما بده يكون سالب الالتواء يا اما موجب الالتواء. هيدي هي الفكرة تبعيت اذا كيف باخد فكرة انا عن المجتمع تبعي اذا كان متماثل او غير متماثل. ولكن دكتورة كيف انا مثلا ممكن يكون في عندي نعم كيف هيك سؤال بينطرح يعني مثلا بيسألنا كيف هي طبيعة المجتمع؟ لا مش طبيعة المجتمع، انه حدد شكل العينة او شكل الالتواء من خلال مقاييس النزعة المركزية. اوكي اوكي ممكن انا صح من خلال الوسط الحساب بس بشوف اذا الوسط الحسابي اصغر من الوسيط اصغر من المنوال فاذا هيدا سالب الالتواء، اذا نعم. اكبر بيكون موجب الالتواء. هلا اذا عندي صفين مثلا صف بهيدا الشكل الالتواء وصف مثلا بهيدا الشكل انجا ملتوي شوي اوكي، هودي اثنيناتهم عندهم التواء لجهه اليسار، هيدا سالب الالتواء وهيدا سالب الالتواء، ولكن مين اكثر؟ هوني انا الوسط الحسابي والوسيط والمنوال بيقولوا لي انه سالب الالتواء بس ما بيقولوا لي قد ايه هي درجه الالتواء. لهالسبب انا هون بحاجه لشيء اسمه الفا او معامل الالتواء. هيدي معامل الالتواء هي اللي بتعطيني اكزاكتلي درجه الالتواء. لهالسبب انا عاده بشرحهم لهون لما بعطي معامل الالتواء. اوكي نعم. هلا انا ما فهمت امتن بنحط الالتواء لجهه اليمين وامتن لجهه اليسار. اذا الوسط الحساب ما هي هيدي انا ما اعطيتكم اياهم بعدني لانه سبقت زميلتكم عليهم، بس عمالي اعطي فكره انا عاده بشرحهم لما اشرح معامل الالتواء. اوكي بقول لجهه اليسار لما بتكون المي اصغر من الميديان هيدا سالب الالتواء، اذا المي اكبر من الميديان هيدا موجب الالتواء. هيدي إيه دكتوره اذا كانوا بيساووا بعض يعني بيكون متماثل. نعم ما بعرف اذا لهم علاقه بهودي، كنت عم بقرا عم بيقولوا انه بنميز السلوك الشاذ من السلوك الغير شاذ من الناحيه الاحصائيه طبقا لموضوع الفرد على المنحنى التكراري العادي. شو يعني المنحنى التكراري العادي؟ هيدا المنحنى التكراري العادي، المنحنى التكراري مش العادي، بيقولوا المنحنى التكراري الطبيعي. هيدا المنحنى التكراري، هيدا هو المنحنى التكراري، هيدا منحنى تكرار. يعني أنا في عندي هون التكرارات الطبيعي لأنه يتبع التوزيع الطبيعي. أوكي ممكن يكون متماثل بهيدا الشكل، ممكن يكون سالب وممكن يكون موجب، بس هودي كلهم توزيعات طبيعية. أوكي هيدا هو المنحنى التكراري مش العادي، يعني إحصائيا ما بنقول العادي بنقول الطبيعي، بس هو الطبيعي لأنه هو الأكثر استخداما فهو عادي، يعني أدبيا عادي بس هو طبيعي. أوكي يعني أوكي؟ بدك ترجع تشرحيهم هودي فيما بعد. فيما بعد. أوكي thank you. فإذا خلينا نشوف نحن هلأ هودي اللي قلنا عنهم هن مقاييس النزعة المركزية، هودي جدا مهمين بتوصيف أو بوصف أو بالإحصاء الوصفي للبيانات اللي بنكون جمعناها. يعني إذا أنا مجمعة درجات ذكاء، إذا مجمعة درجات توتر، إذا مجمعة اكتئاب، إذا مجمعة كلهم هودي أكيد بنعرف نحنا صار في إلهم مقاييس. أنا ممكن أعمل سكيل مثلا من 1 لـ10. طيب كيف انه اوكي طلع عندي والله انت هيدا درجة ذكائه مثلا 50، هيدا 70، هيدا 80، طلع عندي جمعت داتا مثلا انا طلع عندي مجموعة ارقام متقاربة. طيب اذا تنقول خلونا ناخد دغري ديركت مثلا، خليني اخد اول مجموعة انا اخدت عينتين مثلا، اول عينة مثلا اخدتها تنقول على درجات التوتر، انا عاملي سكيل مثلا من 0 لـ30 بدرجات التوتر. أول مجموعة مثلاً تنقول سألت أنا 6 أشخاص، أول شخص طلع عنده درجة التوتر 15، الثاني طلع عنده درجة التوتر 20،
الثالث طلعت عنده درجة التوتر 30، الرابع 10، الخامس 20، وهيدا 25. أوكي هاودي شخص 2 3 4 5 6، هاودي 6 أشخاص. هيدي أول مجموعة عملت لها الدراسة. رجعت عملت لمجموعة تانية، الواي هي اللي بالأزرق مجموعة تانية. أول شخص طلع عنده درجة التوتر 20، تاني شخص طلع 19 22 18 21 20. هودي مجموعتين، بيجي أنا بدي قارن بيناتهم. أوكي؟ بدي قارن بين هودي المجموعتين. كيف بدي قارن؟ خليني أخذ مقاييس النزعة المركزية، نحن أخذنا كتير مقاييس، خليني أشوف الوسط الحسابي تبع هيدي المجموعة ليفرجيني إنه بمقاييس المتوسطات مثلاً أيهن عنده أنا الوسط الحسابي تبعه أكتر من التاني. بيجي بأخذ مثلاً الإكس بار. الإكس بار شو بيساوي؟ مجموع القيم اسم عددها، السم للأكس اسم الأن. السم للأكس 15 زائد 20 زائد 30 50 55 60 8 120. 120 اسمي 6 بيطلع 20. طيب خليني اجيب الاكس واجراج بار. الاجراج بار صم للاجراج صم للواي على ان كمان 20، هيدي الصم للاكس، هلا الصم للواي. صم للواي 20 و19 22 18 18 و22 و19 21، كمان 120. 120 اسمي 6 بيساوي 20. طيب هودي المجموعتين طلع عنده نفس الوسط الحسابي. طيب بدي اشوف وين انا في اختلاف بيناتهم. خليني اشوف في المود المنوال. المود للاكس شو بيساوي؟ الاعلى تكرار. مين الاعلى تكرار؟ هون عندي 15 20 30 10 20، ال 20 مكرره مرتين، فاذا المنوال هو 20. نشوف المود للواي. 20 19 22 18 21 20، كمان ال 20 مكرره، الاعلى كمان 20 تكرار، فاذا كمان ال 20. طيب هودر عندي مقياسين من مقاييس النزعه المركزيه بيقولوا لي انه هودي المجموعتين هن نفس الشيء. طيب خلينا نشوف الوسيط. لطلع الوسيط بدي اعمل ترتيب تصاعدي. الار للاكس اول ثاني ثالث رابع خامس سادس اول ثاني ثالث رابع خامس سادس. الاكس بلش من الصغير 10 15 20 كمان 20 25 و30. R للميديان تبعيت الأكس بتساوي N زائد 1 على 2. الN 6 زائد 1 7، 7 على 2 3.5. شو يعني 3.5؟ يعني لحد الرتبة 3.5 بيوقع عندي الوسيط. هون من 3 للأربعة، هون الأول ثاني ثالث منه ثالث 3.5، فإذا هون صار عندي الـ R للميديان. قيمة الوسيط وين صارت؟ بين العشرين والعشرين، فإذا الميديان للأكس هو شو؟ 20. 20 زائد 20 اسم 2، أكيد بين العشرين والعشرين يعني 20. طيب خلينا نشوف الواي كمان ترتيب تصاعدي، أول تاني تالت سادس. عندي أول شيء 18 و19، كمان العشرين مرتين، 21 و22. كمان الـ R ميديان للـ Y بيساوي N زائد 1 على 2 بيساوي 3.5، فإذا الميديان للـ Y بيساوي بين 3 والـ 4 أيضا بين الـ 20 والـ 20 كمان 20، فإذا الميديان للـ Y كمان بيساوي 20. طيب شو طلع عندي؟ شو بيعمل؟ هودي 3 مقاييس. شو؟ شو بيعمل؟ ما هون أنا يعني انه بيشبهوا بعض، يعني عشوائي حقول انه هودي المجموعتين هن زيتون. صح. طب هل مزبوط انا كل مقاييس النزعة المركزية قالوا لي انه هودي المجموعتين متشابهين؟ طب هل فعلا هودي المجموعتين متشابهين؟
خلونا نعمل رسم بياني، خلينا نعمل رسم بياني نقطي لهودي المجموعتين. خلونا نعمل لنشوف هل في عندي فرق. طب ما هي لازم يكون في عندي فرق، بس وين؟ ليش ما بين هيدا الفرق عندي بمقاييس النزعة المركزية؟ هيدي تنقول الاكس اول مجموعة عندي 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 هيدا المقياس تبع. اوكي تنرسم الاكس، عندي 15 هيدي نقطة، عندي 20 عندي 30 عندي 10 كمان عندي 20 وعندي 15 عندي 25 سوري. فاذا هيدي المجموعة تبعيت. اول شيء انتبهوا لشغلي، طلع الوسط الحسابي تبع 20، المنوال 20 والوسيط 20، يعني هيدي متماثلة. شوفوا كيف المتماثل، شايفين؟ يعني هون نفس الشيء، هون اثنين، هون واحدة، هون واحدة، هون واحدة، ليك كيف بينت. هاي اول دكتورة يطلعوا كلهم نفس المتماثل. طبعاً هيدا بيكون هيك متماثل، هيدا متماثل، ما عندي التواء، ما عندي هيك ميل لميلي أكتر من ميلي المنحنى تبعي، لا متجانس متماثل على الكل. طيب لناخد تاني مجموعة، خليني أرسمها على نفس السكيل، عندي 20 كمان عندي 22 عندي 19 وعندي 18 وعندي 21 وعندي 22 كمان هيدي المجموعة متماثلة إذا لاحظت، كمان لأنه الوسط الحسابي تبعها بيساوي الوسيط بيساوي المنوال. طيب شوفوا هودي المجموعتين، هودي المجموعتين مقاييس النزعة المركزية قالوا لي إنهم هن ذاتهم، طلع عند الوسط الحسابي بيساوي الوسيط بيساوي المنوال، المو بتساوي الميديم بتساوي المود بالمجموعتين. طب هل يعني إنه المجموعتين نفس الشيء؟ منهم نفس الشيء، ما أنا عم بتطلع بالرسمة، ليكوا هيدي قديش صغيرة، هيدي قديش مضبوبة وصغيرة، أوكي؟ ليكوا هيدي قديش منتشرة. فإذا هودي المجموعتين مع إنه عندهم نفس مقاييس النزعة المركزية، بس هودي في عندي اختلاف أنا داخل هودي المجموعتين. وين هو هيدا الاختلاف؟ الاختلاف شي بشي اسمه التشتت. التشتت تبعيت هيدي البيانات مختلفة عن التشتت تبعيت هيدي البيانات. أنا بالمجموعة الحمراء في عندي تشتت بالبيانات، عندي تباعد بالأرقام اللي عندي إياها، بينما بالمجموعة الزرقاء عندي تجانس بالأرقام وبالبيانات اللي عندي إياها. فلهالسبب مقاييس النزعة المركزية بالرغم من كل أهميتها أحياناً ما بتعطيني دلالة كافية عن البيانات اللي عندي إياها. أنا بحاجة لمقاييس تانية، هيدي المقاييس لحتى تفرجيني وين الاختلاف تبع البيانات تبعيتي. أوكي؟ هيدي المقاييس هي مقاييس التشتت، dispersion measurement أو mesure de dispersion. شو هي هيدي المقاييس؟ في عندي كتير مقاييس بتقيس التشتت، من أبرز هيدي المقاييس في عندي المدى، في عندي التباين، في عندي الانحراف المعياري، وفي عندي مدى الانحراف الربيعي. هودي أبرز المقاييس اللي نحنا رح نشوفهم. فإذا هون أهمية مقاييس التشتت إنه أحيانا مثل هودي المجموعتين، هيدا المثلين اللي أخذناه، أنا مجموعتين مختلفين بشكل كبير مثل ما شايفين حسب الصورة، في عندي اختلاف كبير، أوكي؟ ولكن مقاييس النزعة المركزية قالت لي إنه هودي المجموعتين كتير متشابهين، يعني لا بل على شوي حقول إنه هن ذاتهم، أوكي؟ ولكن بيّن الفرق وين؟ بيّن الفرق بالتشتت تبعهم. فلهالسبب نحن بحاجة لنطلع مقاييس للتشتت. أول مقياس للتشتت وهو الأسهل إذا بدنا نقول لحتى نطلعه هو شيء اسمه المدى، المدى أو الرينج أو الإيتوندو. شو هو المدى؟ المدى هو ليكو أنا هون في عندي هيدي القراءة، إذا أخذت المجموعة الزرقاء المدى هو بشوف قدي عندي فرق بين أكبر قراءة وأصغر قراءة، هيدا هو المدى. هون مثلا إذا بدي أخذ المدى لهيدي المجموعة، أكبر قراءة فيها قدي للمجموعة الزرقاء؟ عندي 22، أصغر قراءة هي 18 بيطلع 18
إذا بدي جيب المدى تبع المجموعة الحمراء، أصغر قراءة وأكبر قراءة، هيدا هو المدى، هو الفرق بين أكبر قراءة وأصغر قراءة. 25-15. كيف 25؟ لا 13-10. 30-30-20. شايفين؟ هيدا أسهل مقياس للتشتت، ليكو فرجاني إنه لا هودي المجموعتين منهم متشابهين، ليكو قدي الفرق كبير بيناتهم. هيدا المدى تبع 4 بينما هيدا المدى تبع 20. شو السمبول هون بيكون للرينج؟ السمبول هيدا هو الرينج. الرينج مش رح حطه R، مش رح حطه R لأنه نحن R أخذناها الرمز للرتبة. أوكي؟ مش رح حط R بس هي رينج، أو بالفرنسي étendue. يعني أنا مجرد ما أشوف الرينج بعرف إنه مطلوب مني قياس التشتت. 100%. أوكي؟ فإذا أنا لحتى شوف أنا لما بشوف لما بدي جيب المدى، فإذا بدي شوف قدي عندي الفرق بين أكبر قراءة وأصغر قراءة، هيدا لحتى شوف المدى. وين بستخدمه أكتر شيء للمدى؟ أصلاً بحياتنا العملية أنتوا بتستعملوه. يعني أنا مثلاً لما بسمع على الميديا والله بيقولوا تتفاوت درجات الحرارة بين 15 و20، شو هني هو؟ شو ال 15 وال 20؟ هيدا مدى. أقل قراءة عندي أقل الحرارة حأحصل عليها خلال النهار هي 15، وأعلى درجة حرارة حأحصل عليها هي 20. أوكي؟ لما بقول والله مثلاً تنقول الذكاء، معدل الذكاء مثلاً، لنقول إنه والله المعدل الوسطي، مش المعدل سوري، لما بنقول ما نحن في عنا رينج للذكاء، في عنا يعني الذكاء المعتدل هو اللي بيتراوح بين 70 و110، هيدا بنقول عنه ذكاء معتدل. يعني أقل قيمة للذكاء المعتدل هو 70، وأكبر قيمة للذكاء المعتدل هي 110. أوكي؟ محطوط ضمن هودي الفئات. فإذا المدى تبعي ضمن هيدي الفئة هو من 70 ل110، يعني عندي 40 درجة. أوكي؟ بالفئات إذا بتلاحظوا بالفئات اللي عندي إياهن، لما بيكون عندي فئة طول الفئة هو شو؟ إذا عندي أنا فئة من 20 ل25، من 25 ل30، من 30 ل40، من 40 ل50، ومن 50 ل60. أوكي؟ عندي تكرارات هون 2، هون 10، هون 15، هون 3، هون 4. لما بقول أنا من 20 ل25 طول الفئة هو شو؟ هو المدى، بس المدى تبع شو؟ تبع هيدي الفئة. فإذا نحن أيضا دايما عم نجيب المدى. أوكي؟ هيدا هو المدى. فإذا أنا عم شوف الفرق بين أكبر قراءة عندي إياها وأصغر قراءة عندي إياها. بستخدمه كتير بالحالات اللي مثل ما قلت لكم المثل اللي عطيتكم إياه بحالات الجو والطقس. بيقولوا دايما دايما بنشرة الأخبار بالميديا بيقولوا والله الرطوبة كيف تتراوح بين هيك وهيك، الموج بيتراوح بين هيك وهيك، هذا كله مدى. إذا عم شوف اختبار للجودي، أنا للجودي لما كانوا يقولوا والله سكروا المعمل وشمعوه بالشمع الأحمر، ما المعمل اللبني أو اللبن لما صاروا يعملوا شو اسمه مطابق للمواصفات وغير مطابق للمواصفات. عن أي مواصفات عم نحكي؟ مثلا بيقولوا والله الأملاح داخل اللبنة لازم تكون بين هالقد وهالقد، أيضا عم بحكي عن مدى، عم بحكي عن إطندو. فإذا نحن بنستخدمها كتير وبشكل يومي يعني للمدى، ولكن هلأ صرنا نعرف شو هي المدى كمصطلح علمي. نعم. طب هلأ نحن أخذنا حسبنا المدى لما حسبتينا الأكس والواي لفئات متقطعة. طب إذا فئات متصلة بحسب لكل فئة المدى ولا كلهم سوا؟ مش متقطعة، غير مبوبة. أوكي؟ غير مبوبة، لأنه لا. المتقطعة ممكن تكون مبوبة على حدة. إيه هي يعني ممكن تكون متقطعة وأيضا مبوبة.
أوكي. ايه اكيد بعرف مش ضروري مش شرط اذا في فريكوانسي يعني تكون في بس أفضل. خليكي معي مين اللي عم يحكي فهمت عليكي مين اللي عم يحكي معي ايه سهاد انا سهاد سهاد يلا يا سهاد انت قولي لي هلا هيدي بيانات مبوبه على شكل فئات انا بقول لك المدى التعريف تبعه هو ذاته ما حال يتغير مش عم غير طيب. انا بالتعريف تبع المقياس هو اكبر قراءه ناقص اصغر قراءه طريقه مزبوط. الحل وين بلاقيه بصير تختلف لانه البيانات هيك وين القراءات تبعيتي وين الفاليو وين هي الفاليو منطلع مركز الفئه لكل خلينا نمشي ستيب باي ستيب خلونا نمشي ستيب باي ستيب اكبر قراءه انا عندي هو هن القراءات الاكس مش هن 30 و40 من 20 ل 25 من 25 ل 30 من 30 ل 40 40 50 50 60 اكبر قراءه وين 60 اكبر قراءه 60 يعني انا اعلى اكبر قيمه ممكن يكونوا فيها هودي الاربع اشخاص هي ال 60 اذا بدي اخذ مركز الفئه اذا اخذت ال 55 انا ممكن هودي الاربع يكونوا اكثر من 55 فانا ما انا بدي اصلا اكبر قراءه وانا قدراني احصل على اكبر قراءه من اعلى فئه فإذا هي الأكس أي أكس أكس أبر تبعيت آخر فئة اللي هي فئة ك ناقص أصغر قراءة شو هي أصغر قراءة الحد الأدنى لأصغر فئة أول فئة فإذا ناقص الأكس ال أكس لور تبعيت أي فئة تبعيت أول فئة فإذا أيضا هي أكبر قراءة ناقص أصغر قراءة ولكن بما أنهم على شكل فئات فإذا أنا عم باخذ الحد الأعلى تبع آخر فئة عم نقصه من الحد الأدنى تبع أول فئة لأنه هود اثنين ممكن يكونوا 20 21 22 أصغر قيمة ممكن يحصلوا عليها هي العشرين وهود الأربعة هيدا كان أكبر قيمة ممكن يحصلوا عليها هي الستين اوكي دكتوره هيدا كان سؤالي انه بنختار كل الفئات مع بعض وبنشوف اعلى قيمه واصغر قيمه مش كل فئه لواحد ما بنطلع رينج لكل فئه يعني بتصير لارج انت بدك تجيبي انت بدك تجيبي المدى للعينه تبعيتك العينه تبعيتك هي بكل هودي الفئات اذا بدك تجيبي المدى لهيدي الفئه اختلفت صرتي عم تطلعي انت لهيدا الفئه اه بطلت مدى اصلا صارت عرض الصف 100% هيدا مفهوم اصلا عرض الصف هو بمعنى اخر هو المدى ولكن بس للصف للفئه اوكي بس انا لما بجيب المدى عم جيب او الاتوندو بالفرنسي المدى او الاتوندو انا بدي جيبه لكل العينه فاذا كل العينه هي بتمتد من ال20 لل60 ديل اوكي دكتور هيدا ال بي دي اف اللي معكم تبعت لكم اياه مقدمه اكيد اللي حكيناها عندي حوني حطيت لكم كمان مثل اكيد مختلفين شوي الارقام الى حد ما بس كمان زبطتهم طلع عندي الوسط الحسابي الوسيط المنوال بيساوي بعضهم 20 ل 2 لهالسبب نحن بحاجه لمقاييس اخرى لاوصف فيها هودي البيانات لانه مقاييس النزعه المركزيه طلعوا متشابهين اوكي فاذا انا بحاجه لمقاييس شو هي هيدي المقاييس هي مقاييس التشتت هودي ابرز مقاييس التشتت مثل ما اخذنا بمقاييس النزعه المركزيه الابرز وسط حسابي وسيط منوال رباعيات اللي هن اكثر شيء بتستخدموهم انتو يعني مش ما بهمنا نكدس اشياء وما تكونوا بحاجتها لا هودي كلهم حتكونوا بحاجتهم فاذا عندي المدى عندي التباين عندي الانحراف المعياري وعندي مدى الانحراف الربيعي هودي الابرز والاهم المدى او رينج او اتوندو شو هو هو اسهل اذا بدنا نقول اكيد شفنا انه هو اسهل مقاييس التشتت يعني ما بقى في اسهل من هيك بس انا عمالي قيم اخر قراءه عم نقصها من اصغر قراءه اوكي شو هي مميزاته انه سهل الحساب يعني انا بس عمالي نقص رقم
الاكس ماكس من الاكس مينيمو. بيكثر استخدامه مثل ما قلنا هون حاطين وين بيستخدم اكثر شيء، درجات الحراره، بالضغط الجوي، بالجوده. اذا بدي اشوف انا والله بالمعايير تبعيه الجوده دائما بيكون في عندي ماكس ومينيموم. حتى مثلا بالسيارات بيقولوا والله هيدي بتصرف، هيدي السياره مثلا نوعيه هيدي السياره بتصرف بنزين بين هالقد وهالقد. هلا اذا بدنا نشتري سياره قبل ما نتطلع بالموديل اللي بدنا اياه، قبل ما نتطلع بالماركة، قبل ما تتطلع باللون، بأي شيء بدنا اياه، من قديش بتصرف بنزين؟ بيقولوا لنا والله بتصرف بين 150 و170. شو هن ال 50 وال 70؟ المينيموم والماكسيموم. المينيموم يعني إذا كان في عندي عجقة كتير بتصرف بال 150، إذا عم بسحب بسحبات طويلة بتصرف بال 170. أوكي؟ فإذا أيضاً عم بحكي عن المدى، فإذا لا شعورياً أنا بكل نواحي حياتنا عمالة نحكي ونشتغل على المدى. هي أقل قراءة عندي إياها ناقص أكبر قراءة عندي إياها. هيدي في حالة بيانات غير مبوبة إذا عندي إياهن بهيدا الشكل. مثل تطبيقي رقم 1 فيما يلي: درجات 10 طلاب في مقرر الإحصاء التطبيقي توزعت على الشكل التالي. هودي 10 طلاب أخذوا بهيدا، هودي النتائج. احسب المدى لهذه البيانات. كيف بجيب المدى؟ أكبر قراءة ناقص أصغر قراءة. أكبر قراءة 90 ناقص 25%. 100% هيدا بيطلع عندي المدى. إذا كانت البيانات مبوبة على شكل فئات، إذا انتبهوا، إذا مبوبة كل قيمة على حدا، إذا بقول أنا 20 25 30 40 60 والتكرارات 2 5 7 10 12، شو هو المدى؟ اكبر قراءه ناقص اصغر قراءه. وين هي اكبر قراءه؟ 60. وين اكبر قراءه؟ 60. 60 ناقص 20. اوكي، هون انا ما في عندي فئات. لهالسبب سهاد لما قالت لي انه اذا كانوا مبوبه، مش بالضرورة لما بتكون مبوبة انه تكون بدي طبق هيدا القاعدة. اوكي، دايما نفكر بمنطق بنلاقي النتيجة، بنلاقي الجواب. انا هاي بستخدمها ايمتين؟ لما بيكون في عندي على شكل فئات تكرارية وبكون في عندي فئات بهيدا الشكل، فباخد انا الحد الاعلى تبع اخر فئة وبنقصها من الحد الادنى لاول فئة. دكتورة، هيدا في حال كانت بعض البيانات مبوبة. نعم. هلا يعني هيدا بهيدا المقياس المدى، ما بهمني في تكرارات ما في تكرارات، بهمني اعمل كبير ناقص صغير اذا كانت متقطعه او متصله. 100% اكبر قراءه ناقص اصغر قراءه. ناقص هون فيما يلي: درجات 10 طلاب في مقرر الاحصاء. هيدي اللي هلا اللي عماله تطرحيه انت، ما بعرف مين اللي كان عم يحكي، مين اللي حكى؟ سهاد. هلا هيدي اللي عماله تطرحيه هيدي من عيوب المدى، من عيوب المدى انه ما بياخد كل القيم بعين الاعتبار. هلا حنشوفها هيدي اوكي، يعني هي مثل كل المقاييس، في كل مقياس في له ايجابيات وفي له سلبيات. يعني قد ايه في ايجابيات وقد ايش بنستعمله للمدى بحياتنا اليوميه، قد ايه في له استخدامات وكل هيدي الامور، وقد ايه هو سهل الحساب. اوكي، هيدي من مال، وفي عنده سلبيات كمان من مال تاني. لهالسبب انا بحاجه ل مقياس آخر للتشتت، وإلا أنا باخد مقياس واحد للتشتت ومقياس واحد للنزعة المركزية وخلص، وبلا ما شوي بالباقي. أوكي، بس بما أنه في كل مقياس له إيجابياته وسلبياته، فإذا أنا بحاجة لمقياس آخر لحتى أوصف من خلاله البيانات. هون درجات حرارة بمقرر الإحصاء التطبيقي كمان 20 40 40 60 60 80 80. شو المدى؟ شو المدى؟ في ناقص 20 120. الحد الأعلى لآخر آخر فئة ناقص الحد الأدنى لأول فئة. هيدا هو المدى. في كان شفت حدا رفع. طب دكتورة، بالبدي أف حاطين أنه يتأثر بالقيم الشاذة، كيف يعني؟ هلأ بعطيكم مثال. يا ضحك. دكتورة، طيب إذا كان نحن عندنا بيانات مبوبة بفئات، مثلا وهي الفئة الأخيرة مثلا مثل هون مثل 80% مفتوحة من ناحية المية، طب نحن شو عرفنا أنه المية داخلة؟ ما هي المية مية ما إنها داخلة.
إذا مفتوحة المية منا داخلة، بس هون أنا صرت يعني كأني بدي نقص العشرين أو التسعة وتسعين فاصلة تسعة 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 وتسعين فاصلة تسعة 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 تسعة، هيدي هي اللي داخلة. أوكي أوكي. طيب وبعد بدي أقول شيء. تسعة وتسعين فاصلة تسعة 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 من عشرين قد بتطلع؟ مش راح تطلع 80، بتطلع 79.9999. صحيح. طيب وبعد بدي أقول شيء بس، يلي معه الكتاب بالصفحة 72 المثل التطبيقي رقم 1، بس هي الأصغر قراءة هي 25 مش 30، في خطأ مطبعي. إيه وين هيدا؟ صحيح 25 بالصفحة 72 الحل تبع المثل التطبيقي رقم 1 أصغر قراءة هي 25. صحيح والله يا شطورة، أول مرة حدا بيقول لي برافو عليك تريبيان. صراحة أنا بشوي شفتها. إيه برافو ثانك يو. أوكي بتعرف هيدا أول غلطة بسجلها بالكتاب، يعني بعدني عم باخد انتقادات يعني أمرار، بعد ما حدا عطاني أي أرر يعني 72 هيدي 25. anyway هيدي فإذن المدى. سألت ضحى عن ال مش ضحى سهاد عن القيم، تأثر بالقيم الشاذة. شو يعني يتأثر بالقيم الشاذة؟ خدوا لي هيدي المجموعة، أنا عندي طلاب الصف أوكي معطيتكم النتائج، ولا في عندي حدا ماخد 100، هيدي تنقول أعلى علامة 100، في عندي 90، في عندي 80، لا قبل 95، 96، 94، أوكي في عندي 90، أقل علامة مثلا هي 90. قد إيه هون المدى لهيدي المجموعة لهيدي العينة؟ بين 90 والمية، 100 ناقص 90 بتساوي 10، هيدا هو المدى. فإذا أنا عندي 1000 طالب، الألف ماخدين بين 90 والمية، 1000 أوكي ركزوا على الألف، عندي 1000 طالب بين 90 وماخدين والمية، المدى تبعهم 10. إذا بيجيني طالب واحد بياخد 0، يعني صارت العينة تبعيتي 1001، هيدا الطالب ماخد 0. قدي صارت الرينج لمجرد عندي طالب واحد ماخد 0؟ الرينج صارت 100 ناقص 0. شايفين شو يعني يتأثر بالقيم الشاذة؟ شايفين شو يعني يتأثر بالقيم الشاذة؟ لما قيمة واحدة بدها تغير لي، يعني عم قل لكم عندي 1000 طالب هون، المدى تبعهم هالقد، طالب واحد بس بيجي بياخد 0، بيحرك لي بيصير عندي التشتت تبعي كتير كبير، بدل ما يكون 10 صار 100. فإذا 1000 طالب كان عندهم اتجاه معين، 1000 طالب صار الاتجاه مختلف كليا. أوكي؟ هيدي معناتها يتأثر بالقيم الشاذة. من مقاييس النزعة المركزية كمان عند الوسط الحسابي، الوسط الحسابي إذا باخد هون بين 90 والمية، إذا بتاخد الوسط الحسابي تبعهم، إذا بتاخد الوسط الحسابي تبعهم بده يطلع هون 95، 94، 96، بده يطلع هون، هون بده تطلع المية. مجرد ما حطيت الصفر حكما الوسط الحسابي بده يصير بالستين أو بالسبعين. كمان الوسط الحسابي يتأثر بالقيم. إيه مزبوط أخذنا هي. كمان يتأثر. هيدي معناتها يتأثر بالقيم الشاذة، يعني قيمة واحدة، القيم الشاذة عادة ما بتكون شي 20-30 واحدة، إذا أنا ماخدي عينة من 100 شخص مش معقول يكونوا 50 قيمة شاذة. القيم الشاذة يعني هي فالر أبيرانت، يعني قيمة بتكون مغايرة عن المجموعة، يعني ماكسيموم بيكون واحدة أو اثنين. أوكي؟ مش راح يكون عندي العشرين واحد، إذا كان في عندي، إذا هوني 1000 وعندي هوني 1000، فإذا العينة كلها تبعيتي صارت هيك. أوكي؟ مش معقولة يعني تكون واحدة، تكون 1000 واحد يكون هو قيمة شاذة، لا. عادة هي حتى بالقيمة الشاذة مثل قلت لكم أنا هي معنى، المعنى العلمي هي انتو خاصة بالعلوم الإنسانية ما تقولوا قيمة شاذة، يعني أمرار دايما بضلني واخذ حالي متطرف. انه بسألكم قيمة شاذة انتو قولوا ايه قيمة متطرفة،
ليه؟ لأنه أحيانا مثلا بنحكي بالتوتر، بنحكي بالذكاء، بنحكي بالهيدا، أنه نقول كلمة شاذة بتبين لأنه عم نحكي عن أشخاص، عم نحكي عن حالات إنسانية، فالكلمة الشاذة يعني بتطلع وكأنها كتير نافرة بالمواضيع اللي بعلم النفس. أوكي، فدايما انتبهوا لهيدا التعبير. أنا دايما بواخذ حالي بس أحكي معكم، بأحكي بعلم النفس بالقيمة الشاذة، فدايما بقول لازم نقول قيمة متطرفة. أوكي، يعني إذا بدي أحكي أنا بمصطلحات إنسانية مثلا توتر، ذكاء، أي شيء من هودي، قلق، هو كلهم مقاييس. يعني يطلع واحد مثلا عنده القلق مثلا 30 مثلا، أقول له والله أنت شاذ، أكيد مش رح نقول هيك، هيدي قيمة متطرفة بالنسبة للمجموعة العام، أكيد المعناها هي ذاتها، ولكن بس عم بحكي بالمنحة الأدبي طبعا. أوكي، هيدي فإذا الرينج أو المدى. نعم، هلأ نحن هلأ كرسم مبين أنه في أنه أشياء متطرفة، بس أنه إذا أنا حطيت 100 ناقص 0 ما هي ضلت 100 كشي حسابي ما أثرت. بالعكس، أنا عندي 100، هي الرينج تبعي صار 100، مش هيدي 100 بطلت مثل هاي 100، خديها مش صفر، خدي والله القيمة المتطرفة 10، حتى إذا كانت 10 هيدي القيمة المتطرفة 10، 100 ناقص 10 90. أنا عم بحكي عن 90، بين 90 والعشرة ليكي قدي في عندي فرق؟ لا أكيد أثرت، عرفتي كيف؟ فإذا هون نحن دايما عنا الصفر منه صفر، منه إنه شيء ولا شيء، لا الصفر هو رقم، يعني في حدا ماخد صفر، مش إنه بطل ماخد شيء. لا ما فيني أعتبر مثلا اللي ماخد صفر مثل واحد مثلا ما عمل مسابقة بالمرة، لا اللي ماخد صفر ماخد صفر، اللي ما عمل مسابقة ما عمل مسابقة، عرفتي شو؟ دكتور بس أنا كمان عندي هيدي الشغلة مثل زميلتي، إن هو أثر مثل ما حضرتك قلتي، مثل ما حضرتك قلتي أثر أكيد، بس وشو صارت البيانات عندي يعني؟ صار يعني شو فيني أعرفها قصدي؟ شو فيك تعرفيها؟ يعني هلا عرفت من حضرتك إنه أكيد اللي ماخد صفر هو الصفر هو رقم، يعني ماخد صفر مش مثل اللي ما عمل المسابقة بالمرة. يعني شو بقول بهيك حالة قصدي؟ شو بتقولي؟ بتقولي بس إنه الرينج المدى هو 90 علامة، هون المدى هو 10 علامات، هون المدى 90 علامة، يعني الفرق بين أعلى علامة وأوطى علامة هو 90 علامة. أوكي. أو إذا بقول المدى 100 علامة، يعني أنا بعرف تلقائيا أنه في حدا ماخد صفر وحدا ماخد 100، لما هو كل المدى الاتندو الكامل تبع كل العلامات. أوكي، فإذا عندي 10 علامات 90 علامة، في فرق كتير كبير بين صف المدى فيه 10 علامات والمدى الصف الثاني المدى فيه 90 علامة. أوكي أوكي، يعني دكتورة صار في تباعد، بطل في تجانس بالمجموعة 100%، صار في تباعد بالمجموعة، صار في، فإذا هيدا المدى هون العيوب تبعية المدى إذا بدنا نقول إنه يتأثر بالقيم الشاذة. وشغلة تانية شو هي؟ إنه أنا أخذت شو من، أنا هون قلت لكم عندي 1000 وقلت لكم شددت إنه على 1000، أنا من 1000 أخذت 100 بس، أخذت بس أكثر شيء وأقل شيء 100%، أخذت رقم وأقل شيء، يعني أنا ما أخذت كل القيم بعين الاعتبار. هيدي أيضا من عيوب المدى، يعني هون أنا مثلا عندي الفئات، هون هيدي الفئة مكررة مرتين، هيدي مكررة 10، مكررة 15، مكررة 3، مكررة 4. أوكي، فرضو مش 2، هيدي مكررة 200، هيدي مكررة 1000، شو بيتغير؟ ما بيتغير شيء، بعده المدى هو ذاته، هيدي مش 3، هيدي 3000 وهيدي 150000، شو تغير؟ ما حيتغير شيء، بعده المدى، أكبر قراءة ناقص أصغر قراءة. فإذا هيدي أيضا من عيوب المدى أنه لا يأخذ كل القيم بعين الاعتبار. هيدي مثلا هيدي الشغلة ما بيوقع فيها الوسط الحسابي، الوسط الحسابي لا يأخذ كل القيم بعين الاعتبار ولكنه يتأثر بالقيم الشاذة. أوكي، فهون بيصير تأثيره أقل من المدى. سوري دكتورة بس بلشت حصة عنا إياها بعدك. ليش كيف مش 6:30 أنا عندكم؟ يس بس الدكتور اللي بعدك ببلش بكير دايما.
لا ما فهمت مع طول الدكتور نزار 6 ونص ببلش بلش في ميتنج عند حصة دكتور نزار. طيب لا بس ما نحن انا يعني. بس يبلش انا لايون بتبلش بتسوري سوري انا ما بتخطى انا ما بتخطى سوري بس لحظه انا مش ما اكيد ما حاتخطى وقتي بس ما فيني كمان انه بعد في نص ساعه بدي ابدا بالتباين قبل ما نوقف اوكي بدي اعطي تعريف التباين قبل ما نوقف هذا يقول له للدكتور انه هذا يقول له للدكتور يعني ممكن وقف قبل 5 دقائق للماكسيمو بس مش هالقد هذا خبرنا قال له هلا عم يبعث صبايا خلص انتهينا انتهى البيان يعني ممكن بوقفكم مثل ما قلت قبل بخمس دقائق بس اكيد مش اكثر فاذا هيدا المدى بالرغم مثل ما قلنا من سهوله الحساب فيه بالرغم من انه سهل الحساب كثير الاستخدام كل هيدي الامور ولكن في عنده عيوب من أبرز عيوبه أنه يتأثر بالقيم الشاذة هيدي بنشوف كيف بدنا نحلها بمقياس آخر وأنه لا يأخذ كل القيم بعين الاعتبار بيجي هون شيء اسمه التباين بيجي بيقول أنا بدي شوف قبل ما بس بشي جديد عذراً على المقاطعة بس بدي أتأكد من شغلة أنه لما حضرتك قلتي بيكون في غلامة كتير واطية هون اللي بيصير أنه بيبين التباين بين القيم صح؟ مثل ما فهمت أوكي. 100% بيّن أنه في عندي أنا بيّن المدى أنه كتير كبير ولكن بالواقع هي قيمة واحدة بس اللي أثرت أنا مثل ما قلت عندي ألف هون وواحدة هون أوكي بس مثل كأنه 10,000 خلص أخذت أكبر قراءة وأخذت أصغر قراءة فإذا هيدا أنه لا يأخذ كل القيم بعين الاعتبار مثل ما قلنا هون أنه أنا بالتكرارات إن كانت 200 إن كانت 200,000 إن كانت 20,000 هي ذاتها عم بياخد فقط أكبر قراءة من أصغر قراءة فإذا لا يأخذ كل القيم بعين الاعتبار إذا هون التباين بيقول لا أنا لازم أخذ القيم بعين الاعتبار كيف بياخد القيم بعين الاعتبار؟ أنا أيضا بدي شوف التشتت تبعيت القيم كيف بيشوف التشتت تبعيت القيم التباين؟ بيشوف التشتت من خلال هيدي المسافة اللي بتفصل عن شيء شو هو هيدا الشيء؟ بدي مركز أنا قيس على أساسه شو هو هيدا المركز اللي بقيس على أساسه؟ بقيس أكيد بدي يكون المركز من المقاييس تبعية المركز أو مقاييس المتوسطات من هو أبرز أو أشهر مقاييس المتوسطات قلنا؟ هو الوسط الحسابي فإذا بجيب أنا الوسط الحسابي تبعية القيم أو تبعية البيانات اللي عندي وبشوف المسافات كل ما كان هيدا المسافة بعيدة كل ما كان التباين كبير كل ما كانت هيدي المسافات صغيرة كل ما كان التباين صغير أوكي؟ فهون أنا بيجي التباين شو بيعمل؟ كل القيم تبعيتي بدي أخذها بعين الاعتبار لحتى ما كون مثل لحتى تخطى العيب تبع المدى فإذا أنا ولحتى ما أوقع فيه فإذا باخد كل القيم بعين الاعتبار شو بدي يشوف المدى التباين فإذا بدي يشوف الانحرافات أي انحرافات؟ انحرافات القيم عن وسطها الحسابي هيدي القيم اللي عندي إياها هون وهيدا الوسط الحسابي هيدي الانحرافات تبعيت القيم عن الوسط الحسابي طيب جبت أنا هيدي الانحرافات هيدا طلع عندي انحراف شو يعني انحراف؟ يعني قدي بعيد طيب إذا أنا هيدي القيمة مثلا تنقول 10 وهيدي القيمة 20 وهيدي القيمة 30 الوسط الحسابي 30 يعني أنا الانحراف يعني هي 10 ناقص 20 هون ناقص 10 طيب وهيدي 30 ناقص 20 هيدي زائد 10 فإذا الفرق بين القيمة وبين الوسط الحسابي هيدي هي الانحرافات هيدي بتطلع ناقص 10 هيدي بتطلع ناقص 5 هيدي بتطلع ناقص 4 هيدي بتطلع ناقص 3 هون زائد 5 هيدي زائد 3 زائد 2 دكتورة بس اذا بتريدي نعم بس ككالكوليشن كيف عم تعملي ماينس 10 وبلس 10 وهيك عم اخذت قلت اذا هيدي القيمه 10 وهيدي القيمه 20 وهيدي القيمه 30 اخذت مثل اوكي
أنا عم جيب الانحرافات، قلت بدي جيب الانحراف يعني قدي بعيد القيمة عن الوسط الحسابي، يعني كل قيمة من القيم بدي شوف قدي بتبعد عن الوسط الحسابي طبعا. يعني بنقصها من الوسط الحسابي كل قيمة؟ يعني بنقصها من الوسط الحسابي، صحيح. ما أنا الوسط الحسابي هو مشترك للكل، مش هيك؟ بيكون عندي عينة بطلع له أنا الوسط الحسابي، هيدا هو أوكي. الانحراف. طيب شو عملت أنا بهيدي الانحرافات؟ شو بدي أعمل فيهن؟ أنا الانحرافات أول شغلة لحتى نكون واضحين، أنا هيدي ناقص 10 وهيدي زائد 10، هل في عندي فرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم إنه واحدة من هاي الميل، واحدة أصغر من الوسط الحسابي، واحدة أكبر من الوسط الحسابي، بس كتشتت مثل بعضهم. أنا هيدي إذا بعيدة من هاي الميل أو بعيدة من هاي الميل، أنا اللي بيهمني إن بعيدة هيدي المسافة، فلهالسبب أنا لحتى قيم هيدي الساين برفعون سكوير، هيدي الانحرافات برفعها سكوير. ليه؟ لحتى قيم الإشارة إنه يبطل عندي ناقص وزائد. أوكي؟ فإذا أنا جبت الانحرافات ورفعتها سكوير. ليه؟ لأنه أنا ما بهمني إذا هي بعيدة ناقص 10 أو زائد 10، بهمني إنها بعيدة 10 نقط. أوكي؟ بعدين شو بعمل؟ بجمع هيدي الانحرافات، بجمع هيدي الانحرافات وبقسمها على عددها، هيدا هو التباين. فإذا هو متوسط، متوسط يعني بقسم على N، متوسط مجموع مربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسابي. فإذا أنا القيم أول شيء بيكون أخذت كل القيم بعين الاعتبار، بنقصهم، بنقص كل واحد بدورة من الوسط الحسابي، برفعهم سكوير لأنه أنا ما بهمني إذا هي ميلة النيجاتيف أو البوزيتيف، وبقسمهم على بجمعهم، بجمع الانحرافات وبقسمها عددها، بكون جبت التباين. كل ما كان العدد كبير كل ما كان الانحراف تبعي كبير، كل ما كان الرقم صغير كل ما كان الانحراف تبعي صغير. شو برمز للتباين؟ تباين هو الفارينس، فارينس أو فاريانس بتنكتب نفس الشيء وبنفس الطريقة. أوكي؟ برمز له بفي، في كبيرة أو سيجما سكوير، هيدا هو الرمز للتباين. أوكي؟ في اللي هو جاي من فارينس أو سيجما سكوير، هنشوف بعدين ليش بنسميها سيجما سكوير. أوكي؟ هيدا هو التباين. كيف بدي طبق؟ خلونا ناخد نفس المثل لنشوف هون من خلال هيدا المثل إذا حيبين عندي أنا المثل اللي عندي. إذا أخذت هيدا المثل وبدي طلع التباين، خلينا ناخد بس الأكس، نعمل كمان دابليكيت ورح أمحي الواي، رح امحي الواي من هون لحتى اطلع الاكس. انا بدي اجيب التباين، التباين اللي هو الفي بيساوي سم اكس اي ناقص الميو سكوير على الان. اوكي، الميو شو بيساوي؟ الوسط للاكس على السم للاكس على الان، يعني سم للاكس 120. انا اذا ملاحظين عم باخذ 100، عم بستعمل 100، عم بستعمل ان كبيره، يعني انا عم باخذ المجتمع مش عينه دراسي 100%. 120 اسمي 6 يعني بيساوي 20. هون بطلع اكس اي ناقص ميو، يعني كل قيمه من القيم بدي نقصها من الوسط الحسابي. 15 ناقص 20 ناقص 5، 20 ناقص 20 0، 30 ناقص 20 10، 10 ناقص 20 ناقص 10، 20 ناقص 20 0، 25 ناقص 20 زائد 5. أنا هودي ما بدي إياهن، أنا بدي السكوير تبعهم. مثل ما قلنا أنا ما بهمني إذا بعاد لهاي الميل أو لهاي الميل. ليكو إذا عملت رسم بياني نقطي،
عندي 10 هيدي 15 هون 20 هيدي 25 وهيدي 30 اوكي عندي هون نقطة هون نقطة هون نقطتين هون نقطة وهون نقطة هيدا الوسط الحسابي طبعا هيدي انا طلعت الانحرافات شو هي الانحرافات هي المسافة يعني انا من العشرة للعشرين من هون لهون عندي ناقص عشرة من الناقص 15 لهون عندي ناقص 5 هيدي صفر وهيدي صفر 20 ناقص 20 هودي الصفر من هون لهون انا عندي زائد 5 من هون لهون انا عندي زائد 10 هو هن اللي طلعتهم هو هن انحرافات القيم عن وسطها الحسابي اوكي مثل ما قلت انا ما بهمني هن بعاد من هي الميل او ما هيدا الميل انا بدي اشوف الانتشار بدي اشوف قد ايه في عندي تشتت بالبيانات فاذا بدي ارفعهم سكوير اكس اي ناقص ميو سكوير ناقص 5 ضرب ناقص 5 25 0 100 100 0 25 هيدا هو المجموع اللي انا بدي اياه اكس اي ناقص ميو سكوير هون بيطلع عندي 250 هون المجموع ما بدي اياه هيدا المجموع شو ما كان دائما بده يكون بيساوي 0 ليه؟ لأنه أنا عم جيب الانحرافات عن الوسط الحسابي ما هيدي أهمية الوسط الحسابي إنه مجموع كل الانحرافات هو صفر وإلا بيكون الوسط الحسابي تبعي هو الغلط فإذا الفارينس تبعي شو صار؟ شو صارت الفي؟ هي السم لإكس آي ناقص ميو سكوير يعني 250 اسم الأن الأن قديه؟ 6 250 اسمي 6 41.6 وأربعة وأربعين شو؟ 41.6 كيف 41؟ 250 اسمي 6 ايه ايه 41 مظبوط سوري 41.6 هيدا هو الفارينس تبع هيدي المجموعة إذا أخذت تاني مجموعة الواي نفس الشيء لجيب لها الفي للواي طيب شو بدي اشرح 41.6 يا دكتور انه يعني انا اذا بدي اشرح انه الفاريانس هي 41 شو يعني على هيدا يعني هي التباين يعني قد ايه بعاد هودي البيانات عن بعضهم هلا حنشوف الثاني وتشوفي انت بتقارني بالفرق بيناتهم هوني كمان بدي واي ماينس واي بار عفوا الميو واي ماينس البيو انا عم باخذ هوني مجتمع y ماينس بيو كمان سكوير هوني فيني دغري انا طلعهم سكوير يعني 20 ناقص 20 سكوير 0 19 ناقص 20 ناقص 1 سكوير 1 22 ناقص 20 2 سكوير 4 و4 1 و0 اوكي فيني ديركت انا طلعهم ما في داعي امرق اول شيء بهاي وبعدين بهاي 4 و4 هون السم ل y ماينس بي لل y سكوير بيطلع 4 8 9 10 فاذا الفارينس لل y هي 10 اسمي 6 قد ايه بيطلع 1.6 10 اسمي 6 1.6666 يعني 1.7 وهون ايضا 41.6666 يعني بحط الرضيع عليها شفتوا هون ايه إذا بدكم توقفوا عن تاني رقم بتشوفوا إذا أكتر من 5 بتزيدوا رقم إذا أقل من 5 بتتركوه مثل ما هو فإذا هيدا الفارينس تبعيت هيدا المجموعة 41.7 بينما هيدا المجموعة 1.7 شايفين هيدا تاني مقياس من مقاييس التشتت فإذا فرجاني فرق كتير كبير بين هاي المجموعة وهاي المجموعة صحيح الاتوندو فرجاني 24 هوني كمان فرجاني أيضا هيدا الفارينس تبعيته 1.7 بينما هيدا الفارينس تبعيته 41.7 شايفين الفرق كمان شو كبير برجع بذكر مع أنه نفس الوسط الحسابي نفس الوسيط نفس النقط اوكي فاذا هيدا هو التباين هيك انا بقدر شوف التباين بين المجموعات في عندي لما قلت لكم لما كنا نحكي بتباين بين وسط حسابي الفي اللي هو
سيجما سكوير قلنا بيساوي السم اكس اي ناقص الميو سكوير على ان. قلت لكم انا بين المقاييس في عندي مقياس واحد بس حلاقي فرق بين مجتمع وعينه، بالعينه صارت في، السيجما سكوير صارت اس سكوير. هيدا هو الانحراف المعياري للعينه. شو بيساوي الانحراف المعياري للعينه؟ هو السم اكس اي ناقص الميو. شو بتصير بالعينه؟ اكس بار اكس بار سكوير. الفرق وين؟ الفرق بدل ما اقسم على ان راح اقسم اول شيء الان بتصير ان صغيره صح؟ ان ناقص واحد. هيدا هو الفرق الوحيد اللي حشوفه ما بين مجتمع وعينه اوكي، والباقي كله هو زيرو اوكي. هون في حال لما تكون عينه فاذا على ان ناقص واحد، هو فقط لحتى صحح المسار. في حالة اخترت عيني بشكل خاطئ وكان في عندي نقاط شاذة، لحتى صحح المسار فقط باختيار العينة بقسم على N ناقص واحد. بالمجتمع الكل أكيد أنا ما في عندي أي مشكل، أخذت المجتمع كله وأخذت كل مفردات المجتمع، بينما بالعينة باخد N ناقص واحد لحتى صحح في حال وقعت بغلط. يعني شو عندي الفرق؟ بدل إذا هيدي عينة، بدل ما أقول 10 ناقصني 6 بتصير 10 اسمي 5 صارت 2، وهون بدل ما أقول 250 اسمي 6 صارت 250 اسمي 5 صارت 40 أوكي؟ هيدا هو الفرق الوحيد ما بين مجتمع وعين. عفوا مش 40 صارت 50. فإذا بعد 50 هيدا المجموعة التشتت تبعها 50، هيدا المجموعة التشتت تبعها 2 أوكي؟ في حال أنا بأخذتهم كعينات مش كمجتمع. أيضا بتضل الدلالة، يعني مش معقولي واحد اللي بيكون كبير يصير صغير، طبيعة الحال لا أوكي؟ ولكن هي فقط عملية لتصحيح العينات في حال إذا كان في عندي نقاط شاذة كتير بتعمل لي تصحيح أوكي؟ هيدا هو الفرق الوحيد بين مجتمع وعين. Any question؟ دكتورة لو سمحت، مقاييس التشتت عنا هن لهيدا الامتحان؟ ايه عنا هن لهيدا الامتحان، مطرح ما بنخلص بنحكي فيهم اكيد بنكون خلصناهم. ما هي ليكو ما هن، يعني اذا ما اخذناهم هلا رح يكونوا معنا باحصاء 2، عرفتوا؟ يعني في عنا بأنا في عنا التوصيف تبع الإحصاء ككل، أنتوا مفروض تاخدوا 1 2 3 4 5 مثلا تنقول، يعني إذا هلأ خلصنا 1 2 3 بيبقى عنا 4 5، إذا هلأ خلصنا 1 2 بك تاخدوا 3 4 5 أوكي. فمش يعني هيدا هيدي الأمور بتصير بالعكس، يعني هيدي أمور ضروري تاخدوها، فكل ما بنخلص منهم فبيكونوا بترتاحوا منهم فيما بعد اوكي. هيدا فاذا بعد كم محاضره لاخر الشهر نحن معنا، بعد في عنا جمعه او جمعتين يعني لا اكثر ولا اقل. حاخذ بس حاعمل حسابي انه اخر اسبوع يكون في حال عندكم اسئله، واذا بدكم نحل اعمال ايضا بنحل اعمال، فحاعمل حسابي انا بهيدا الاطار اوكي. هيدا فاذا التباين اكيد فينا نرجع له هون على البي دي اف اللي عندكم اياه، اكيد كل التعريف موجود عندكم، وفي عنا مثل تطبيقي رقم 3 هيدي اذا بيانات غير مبوبه، هيدي في حال عينه بهيدا الشكل، هودي كلهم لبيانات غير مبوبه اوكي. هون عندي اخذنا هيدا المثل مصنع منتجات غذائيه يعمل فيه 15 عامل اوكي، هيدا كل المصنع، هودي هن الكل، عم ناخد سنوات الخبرة لهؤلاء العمال. هون أخذت عينة من 10 عمال نفس المبدأ وبنفس الطريقة أوكي، بدي جيب بس هون صرت عم بحكي عن إكس بار وبدي طلع الأس سكوير، بينما هون عم بحكي عن الميو وبدي طلع سيجما سكوير أوكي. هيدي بخصوص التباين بحال بيانات غير مبوبة، مرت الجاي بنبلش بالتباين بحال بيانات مبوبة اوكي. يعطيك العافيه دكتور. ثانك يو. يلا بشوفكم انا لكان نهار الثاني اوكي دكتوره. هلا يعطيك العافيه.
يعطيك